رغم أن الملعب يتسع لألاف المتفرجين، فضلت أغلب المجموعات أن تشاهد المباراة أو تتابع المباراة على التلفاز، أما قلة فقط موجودة ومخالفة لصالح جوليبا. فرصة، كرة طويلة، الحارس خروجه غير موفق في الأول، ما يضطر إلى أن يرتبي على الكرة وعلى أقدام اللاعبين ليتمتع بإمكانيات بدنية تسمح بمتابعة كل صغيرة وكبيرة على أرضية الميدان. حاولت جوليبا الآن لكسب الرهان لتعديل النتيجة، لكن يأتي من بعيد إلى حارس مرمى. جوليبا من حيث الفنيات أفضل طبعا، لكن العبرة بالخواتم. ضاعت منه الكرة وانتهت إلى اللاعب ليما الذي مررها بشكل رائع، وصلت إلى الومبا معلنا الهدف الأول لصالح كرابرازافين. ليما اللاعب اللي كان مرر الكرة على طبق من ذهب، والتدخل من كوني إلى حارس مرمى كايتا. ربع ساعة الثالث والأخير، كرابرازافين، كايتا يرفع كرة حذري من فرصة فرصة فرصة، لكن كايتا الكرة تتوقف على الأرض ثم تنط بين يديه. مازال جوليبا طبعا بثلاث دقات فريق كرابرازافيل فاز في مباراة واحدة وخسر مبارتين، بينما فريق جوليبا فاز في مباراة، تعادل في مباراة وخسر مباراة. مباراة الذهاب كانت انتهت لصالح جوليبا. أكثر 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 نضج أنا نقول تكتيكيا من جانب فريق كرابرازافيل. دقيقة 54، ذكر بالنتيجة 1-0 منذ دقيقة 14 من إملاء الومبا. ذكر بالنتيجة 1-0 منذ دقيقة 14 من إملاء الومبا. دقيقة لعب مرت الآن عن 10 دقائق على بداية المرحلة الثانية. دقيقتين لعب، مستوى المباراة طبعا يبقى متذبذب من متوسط إلى رديء في بعض الأحيان. الكونغولي المتألق صاحب التمريرة الذكية، والدفاع طبعا رائع جدا في هذه الكرة. مايغا بالصدر وصل الكرة إلى حارس بمقاومة كبيرة في وسط الميدان. يسعد كايتا الآن يعطي التفوق العددي، يرفع كرة على الجهة اليسرى. نيجيري ب3-0 وكان خسر أمام فريق ويليامزفيل الإيفواري 1-0، وخسر في مباراة الذهاب أمام فريق جوليبا بهدفين لصفر. واليوم جوليبا إلى خسر يبقى بأربع نقاط، وكرابرازافيل يصبح بسبع نقاط في حالة الفوز طبعا وفي رجوع من التسلل. الحكم يطلب مواصلة اللعب. كانت كرة صعبة، كانت كرة صعبة من أوندونغو الظهير المرحلة الثانية والأخيرة.
عمل 3 تغييرات للفريق المالي وخسر لاعب في الدقيقة 73 كوليبالي سبب رعونة. الحكم الأوغندي سالي لإنهاء هذا الحوار الذي كان متواضعا جدا بمستواه